السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وبخير، يسعد الله اوقاتكم حبايب قلبي بكل خير. ان شاء الله قراءة جديدة حصرية على قناة اسرار العالم الروحاني لمواليد برج الحمل. صلي على النبي عليه افضل الصلاة والسلام، اللهم بشرني بما انتظر منك وانت خير المبشرين، كل استخارة بالقرآن الكريم. اتمنى من اخواتنا في الله يدعموا الفيديو باللايك، وان كنت لم تشترك في القناة فلاشترك في القناة وفعل زر الجرس ليصلك كل جديد من اسرار العالم الروحاني. نبدأ ببسم الله الرحمن الرحيم الكاشف، سورة سبأ. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق. بسم الله الكاشف. ورد الحمل، انزلوا في التعليقات وصلوا على الحبيب المصطفى بنية الفرد. بسم الله الرحمن الرحيم. شايف عندكم يا ورد الحمل؟ بسم الله، انت عندك انطلاقة حلوة، شايف عندك خروج من البيت، عندك حد هيعزمك، حد هيقول لك تعالى رحلة، شايف عندك عزومة كويسة هتخليك يعني تنسى شوية أمور في حياتك. برضو عندك فرحة، يعني شايف عندك فرحة حلوة خلال اليومين اللي جايين، شايف عندك أمور حلوة، أمور يعني فيها تجديد، فيها حاجات حلوة أنت ما كنتش متوقعها، وفي فرحة في أرض بيتك. أنا شايف إن عندك فرحة في أرض بيتك، يعني الفرحة دي هيكون فيها الخير، فيها رزق، فيها أمور هتكون حلوة جدا. أنا شايف برضو أنت ديالك فرحة، الفرحة دي هتكون فيها سعيد ومبسوط، بلاش تحكي عليها وبلاش تتكلم، خلي فرحتك ليك لنفسك، خلي أي حاجة تخص سعادة قلبك تكون معاك لنفسك وليس تحكي فيها. ماشي، انا شايف ان انت حصل عندك انفصال ما بينك وما بين الشريك، او ما بينك وما بين حد عزيز على قلبك، بس انا شايف حصل انفصال ما بينك وما بين الشريك. شايف برضو في صلح، ان كنت زعلان مع الشريك او حصل انفصال، شايف في صلح ما بينك وما بين الشريك، هو كان بسبب الطرف الثالث، المشاكل اللي صارت او حصلت كانت بسبب الطرف الثالث. شايف عندك هنا انت عندك اشتياق لاطفال، لو عندك اشتياق لاطفال في اطفال باذن الله تعالى. لو عندك، انا شايف برضو ان انت بيحاول تشتري مسكن او تشتري شراء هذا، لان انا شايف في طاقة شراء، طاقة شراء، راح تشتري ممكن سيارة او منزل، او بتفكر تشتري منزل راح تشتري باذن الله، لان انا شايف في حد هيمدلك المساعدة، حد هيساعدك او هيدعمك. انا شايف ان حد يعني هيكون واقف معاك هيساعدك مساعدة كويسة. شايف ان هو هيديك فلوس، هو بيقول لك انا هديك فلوس، هديك حدا حلوة. انا شايف ان هو هيديك حدا حلوة في حياتك، في شخصيتك. انا شايف ان برضو ده هيساعدك في حاجات كتيرة، لان انت كريم، قلبك صافي، بتساعد كتير، بتدي الناس كتير، لكن في ناس كتيرة ناكرة الجميل اللي انت بتعمله معاهم. الناس دي مش كويسة، مش بتحب لك الخير، معنى صح هم مش بيحبوك. في ناس كتيرة برضو بتحسدك، في ناس كتيرة مش بتحب لك الخير. الناس اللي بيحبوك دول قليلين، لكن اللي بيكرهوك كتير. بلاش يعني عايزك تربط نفسك، تحس بالخنقة، تحس بالضيق، تكون محبط، تحس بالإحباط. شايفك برضو دايما نايمة بقلق، نايمة بحيرة، نايمة بخوف، نايمين بإحباط، تعبانين. الضيق أكتر حد عندكم، كثير حدات بتفشل معاكم، ما شايفش يعني كل ما تدخلوا خطوة لقدام ترجع خطوتين لورا، تفشل معاكم الدنيا. بس حسن نفسك، انا شايف عندك يعني في تحسنات، انا شايف ان في حد هتتعرف عليه ده هيدعمكم، لان انا شايف في حد واقف معاكم داعمكم. شايف برضو عندكم هنا انتصار على الاعداء، في انتصار على ناس ظلمتكم او اعداء. شايف برضو اللهم صل على سيدنا محمد، شايف عندك في حد هتطلعك لفوق، يعني هترفعك رفعه، ان حد هيسندك، في حد هيكون داعمك، هيكون واقف معاك. اللهم صل على سيدنا محمد. شايفك برضو انت طلعت من بيتك حزين، طلعت مكسور، حد كسر قلبك، حد جرحك، شايف بكلام او رد فعل حصل معاه كسر قلبك او زعلك. شايف ان عليك مال، انت مديون بمال او عليك وعدة مال، لان انا شايف في طاقة مال، حد منتظر منك مال، هتديله المال ده.
وعليك عين، عليك عين شديدة، حد حاسدك بدل المرة اثنين وثلاثة، عليك العين صايبينك بالحسد. يعني شايف ان الحسد مش مخليك مبسوط، مش مخليك مستمتع بالحياة، حاسدينك على اي حاجة تخص حياتك، على لبسك، على جمالك، على راحتك، على خروج، حاسدينك على كل حاجة. بس عندك تعويض، وعندك نصرة، وعندك نصرة على ناس اذتك. انا شايف برضو عندك تعويض، يعني شايف برضو ان عندك هنا في شهادة، شايف في شهادة حلوة للفتاة، وشايف برضو عندكم هنا مواجهة، مواجهة هتحصل او حصلت لكم المواجهة. بس انا عايزكم ايه، ترموا كل حاجة ورا ظهركم، ارموا كل حاجة ورا ظهركم. انا شايف طريق سفر قدامك مفتوحة، طريق سفر. انت اصلا عايز تغير المكان اللي انت فيه، عايز تنتقل من مكان لمكان، او عايز تغير المكان اللي انت فيه. بس انا عايزك تحاول تنتصر، تحاول تكون حكيم في امورك، حاول يعني تكون حكيم في تصرفاتك. برضو انت هتدخل مواجهة الايام اللي جاية، شايف عندك مواجهة، شايف عندك رحلة جديدة، عندك كذا حياة جديدة، في البيبان هتفتح امامك، شايف باب الرزق هيفتح امامك، باب الحظ، باب السعادة، لان انت حاليا بتمسك على ايدك في المصاريف، ماسك على ايدك في الفلوس علشان خاطر تنتقل للمكان العالي، او تنتقل لمسكن جديد او لمنزل جديد. شايف برضو عندك نصرة بإذن الله تعالى. الناس دي أذتك، افترت عليك، أذتك بالسحر، تعبتك، عملت لك عراكيل، خلتك تحصل تفرق ما بينك وما بين شريك حياتك، أو حصل مشاكل ما بينكم. السحر برضو تعبك، احذر، كنا احذر من أقرب الناس ليك، احذر. في ناس زي ما انت، في ناس بتحبك، في ناس كتيرة بتكرهك، في ناس مش بتحب لك الخير، لان انا شايف في حد عزيز على قلبك كسرك، درحك بكلام، او قال عليك كلام وهو ما انت ما عملتش الاشياء دي، او هكذا. اللهم صل على سيدنا محمد. شايف في حد عندك عزيز على قلبك او قريب ليك في سجن او محكوم عليه، انت منتظر، لان انا شايفك في دخول محكمة او هتدخل محكمة، هتطلع منصور. انا شايفك هتطلع فرحان وهتطلع منصور، وهتطلع منصور باذن الله تعالى بفضل ربنا، صلى على النبي عليه افضل الصلاة والسلام. هتطلع منصور من المحكمة دي باذن الله، وهتطلع احسن، هتطلع احسن ومبسوط وسعيد من المحكمة دي. خلي بالك، خلي بالك وكون حريص، ليست كل اللي في قلبك يكون على لسانك، مش كل الناس بتحب لك الخير. شايف عندك هنا، انت هنا طريق السفر مفتوحة قدامك، شايف في سفر، سفر ليك، السفر دي فيه خير وفيه سعادة وفيه راحة ليك بإذن الله تعالى، وفيه رزق، فيه رزق بإذن الله تعالى. شايف عندك نقلة من مكانة لمكانة عالية، هتعلي من شأنك، هتعلي من حياتك، والمحكمة اللي انت قلقان منها هتطلع مبسوط وسعيد. انا شايف ان انت هتطلع مبسوط وسعيد منها. شايف هنا برضو ممكن هترضعي هنا لزوجك او حبيبك، لان انا شايف في عتاب، في كلام ما بينك وما بينه، او ما بينك وما بينها، شايف في كلام ما بينكم وعتاب، وبعد العتاب ده شايف في صلح، هيحصل صلح ما بينكم، لان انا شايف هيكون في خبر حمل ما بينكم. شايف برضه في هتدمع، في دمعة أطفال، لأن شايف برضه في فرحة في أرض بيتك، في أرض البيت في فرحة، كلكم سعداء. شايف إن هي الفرحة دي ممكن تكون ارتباط، خطوبة، رجوع للمنفصلين، أو زواج بإذن الله تعالى، في فرحة أطفال. بس حاول، أنا عايزك تغير من نفسك، تغير من حياتك، ارمي حاجات كتيرة شغلاك، ارميها ورا ظهرك، ابدأ حياة جديدة، ابدأ بأمور حلوة. شايف عندك هنا الخير والسعادة، الخير والسعادة هيدق على بابك بإذن الله تعالى. بس ارمي ورا ظهرك الهموم، ارمي ورا ظهرك الطاقة السلبية، ارمي أي حاجة سلبية ورا ظهرك، لأن أنا شايف في طاقة إيجابية. عندك سعادة، عندك سعادة، انت سعادة، عشان عندك سعادة، عشان انت اتظلمت، اتظلمت كتير، حد اكل حقك، حد اذاك، كسرك، لكن انا شايف عندك ردوح حق،
بس ابعد الخوف عنك، لان انت خايف قلقان على طول، التفكير 24 ساعة محتار قلقان. حاول يعني تهدي نفسك وتأقلم حياتك، لان انا شايفك هتقف على ارض صلبة، هتقف على ارض صلبة وهتمشي في الطريق وهتوصل لهدفك، لان انا شايف هنا استكمال مشروع او داخل في مشروع او حد يشاركك في مشروع فيه نجاح ليك، لا اما من السفر لا اما هيكون معاك داعم هيدعمك، هتفتح مشروع ان شاء الله هيكون فيه خيار ليك باذن الله تعالى. انا شايف برضه هنا في قاعده حاده معينه، القاعده دي هتكون ممكن قاعده الصلح، قاعده كلام، لان انا شايفك هتاخذوا قرار فيها، فيها قرار صلح، عشان برضه انتوا قلبكم حساس جدا، قلبكم حساس جدا، وهتكتشفوا سر قدامكم. وخلي بالك في ناس أستاذة في التمثيل، في التمثيل الكذب، أستاذة في تمثيل الكذب، في الخيانة، في الغدر، لكن ربنا هيسترها عليكم من بعيد، ربنا هيسترها عليكم من الناس دي. بسم الله الكاشف، اللهم صل على سيدنا محمد. أنا شايف برضو إن أنتوا بتمروا بمشاكل صحية، عندكم شوية تعب في الرقبة، في العمود الفقري، في الأمعاء، وشايف برضو رجليك أو مفاصلك تعبانين، وكشفت وخدت علاج بس مسكنات مش جايب معاك نتيجة، هذا من السحر، السحر عملكم شوية مشاكل، شوية عراقيل، شوية تعب. وشايف برضو أنت مكسور، حد كسرك، حد ظالمك، حد أذيك، وانتوا ما تستاهلوش اللي هو عمله فيكم ده، مع انكم انتوا قدمتوا له الخير، ساعدتوه، وقفتوا معاه، لكن ما تمرش فيه، لان انا شايف عليكم طاقه الظلم. في حدا واقفه معاكم، في حدا واقفه معاكم مش عارفين تخطوها او مش عارفين تخلصوا منها، عامله لكم عراقيل او عامله لكم مشكله وعايزين تخلصوا منها بس مش عارفين، محتارين، قلقانين. يعني شايف برضه هنا في ناس بعد ما انتوا كنتوا واقفين معاها اديتكم ظهرها، يعني خلصت مصلحتهم، بعدوا عنك، تركوك، نسيوك، نسيوا ان انت صاحب الفضل عليهم من بعد ربنا، نسيوا ان انت اللي دعمتهم، نسيوا ان انت السبب من بعد ربنا في نجاحهم، في وصولهم لهدفهم. خدوا بالكم، خدوا بالكم، انا هنا شايف هتخرج من اللي انت فيه، هتخرج من طاقة السحر، هيخرج السحر، وهتخرج من، هيخرج من بيتك الحسد والسحر، هيخرج من بيتك، لأن أنا شايف في طاقة نقلة من مكان لمكان، يعني ممكن تشتري منزل بإذن الله تعالى. أنا شايف هنا في حد زعلان عليك قوي، في حد دايما بيدعي لك، بيحب لك الخير، شخص كبير بيحب لك الخير ودايما بيدعي لك، ويتمنى تكون أنت نادح على طول. بسم الله الكاش، بس خدوا بالكم الطريق اللي انتم ماشيين فيها بلاش تتكلموا فيها، لان انا شايف انتم ماشيين في طريق صح، بس انتم يعني بلاش، مش كل الناس اللي تتعاملوا معاها بالحب، مش كل الناس اللي تتعاملوا معاها بالحنيه، مش كل الناس اللي تقفوا معاها، لان ممكن تقف معاها توقعك في مشاكل وهي تخرج من المشاكل دي بسهوله. انا شايف برضه هنا في شخص خطط عينه عليكم بشكل كبير. انت عندكم انتصارة حلوة، عندكم اخبار تانية خالص، عندكم انتصارة حلوة بإذن الله تعالى، ثلاث مكالمات يعني مهمين، المكالمات دي داين لك الفترة دي، فيهم يعني اخبار، ارى فيهم اخبار تخص مال وسفر وحل مشكلة كمان تخص العمل او علاقة بالحب، الثلاث مكالمات هم داين لك، مكالمة تخص المال ومكالمة تخص السفر ومكالمة حل مشكلة معاك، المشكلة دي ممكن نقول تخص العمل أو علاقة الحب. في مقابلة هنا، مقابلة مع الأسرة أو اجتماع يعني، أو اجتماعات اجتمعوا مع بعضيكم أو اجتماع مع بعضيكم. يعني أفضل ما تقولش الحد أو تعزم حد، خليها ما بينكم أو ما بين بعضيكم الأسرة هكذا. لأن العيان يعني كثيرة، الناس الحسودة أكثر من الناس الحبيبة.
ستفاجأ، لأنك يعني ستفاجأ بفرحة قدامك، لأنك صبرت كثير، تعبت كثير، استحملت ما لا يستحمله أحد، استحملت كثير التعب اللي هكذا المشاكل، حمل على أكتافك، كنت حامل أو شايل المسؤولية لوحدك. يمكن عندك تغير كمان يعني حياتك كلها بالأفضل. هذا الأسبوع ده هتتغير كل حاجة معاك بإذن الله تعالى. الفرحة تدخل بيتك وهتردع الأمان والفرحة راح تردع لبيتك. يعني من الصعب إن حقك يروح، من الصعب إن حقك يروح، حقك رادع، حقك ديلك، حقك ديلك وردع لك كل حاجة. يعني أنت هنا على موعد مع الضحكة مع من قلبك. هناك يعني شخص أراه يحبك، والشخص ده عايز يوصل لك وبيحبك قوي. يعني حصل ما بينكم كلام أو مشاكل أو هكذا، وهو بعيد دلوقتي حاليا بس عايز يوصل لك بأي طريقة. احذر يعني ما تخسروش، راح تكتشف كل حاجة، انكشاف عندك أسرار، أراه في ظهور أشخاص على حقيقتهم راح يظهروا وراح تعرفهم وهتكون مصدوم فيهم، وهم دول هم بعض المقربين، راح تعرفهم من الناس اللي أذتك، من الناس اللي بتحاول تأذيك، هتعرفهم، هيكتشفوا قدامك، كل حاجة راح تكتشف قدامك وهتعرف وهتظهر الناس على حقيقتها قدامك. عندك نجاح برضو كبير في الطريق ليك، عندك نجاح كويس، عندك نجاح في العمل أو في الدراسة، في نجاح، عندك طاقة نجاح بإذن الله تعالى. في رسالة حلوة، رسالة حلوة قوي هتذيلك، هتفرح قلبك، رغم إن دواك كل الزعل، رغم إن دواك حزن كبير وهموم كثيرة شايلها بقلبك، ربك هو وحده اللي عالم بحالك وهيفرجها عنك عن قريب بإذن الله تعالى. عن قريب راح تفرح. على الصعيد العاطفي هنا الغيرة لن تهدد مستقبلك مع الحبيب، لأنك كثير الليونة في تعامله معه. في فلوس ديالك، فلوس ديالك يعني هتديلك خلاص، هتكون مكافأة أو ربح أو حاجة زي كده. عندكم هنا يعني في خيار كثير ديالك هيغير حياتك فوق ما تتوقع، فوق ما تتوقع. الأيام المقبلة ستكون عبارة عن يعني فتح الأبواب اللي كنت بتحاول تفتحها، فتح الأبواب المغلقة اللي انت دي بكون بتحاول تفتحها بأي طرق راح تنفتح قدامك. فاستغل كل الفرص اللي تقع أمامك، استغل كل الفرص صح اللي تقع أمامك حتى توصل لهدفك أو توصل للطريق اللي انت عايز توصل له. في علاقة جديدة كمان، في علاقة يعني جديدة دي حلوة مع شخص بتشعر معاه بالسعادة وبالراحة وبالاطمئنان. في تطور علاقتكم للارتباط رسمي بإذن الله تعالى. في شخص عاوز يستغلك خلي بالك منه، في شخص عايز يستغلك في عملك أو عايز يستغلك في حاجة كثيرة أو يسحب منك مال أو يستغلك، خلي بالك منه. حقك ردع لك، حقك ردع لك. عندك طريق سفر، عندك طريق سفر قدامك حلو، السفر ده كويس يعني هيكون في أصدقاء أو سفر لشغل. في عندك سفر، عندك هنا اللي انت زعلان عليها، انت زعلان على حد، يعني حد زعلان عليها أو حد مسدون، حد يعني عنده سدن او مسدون او مريض او تعبان، انت زعلان، عندك طاقة زعل كبيرة، عندك طاقة زعل كبيرة، ربنا يشفيه وهيخرجه من المحنة اللي هو فيها بإذن الله تعالى. عندك هنا لديك يعني بشرتين حلوين احلى واجمل مع بعض، هيفرحوا قلبك وهيرد روحك تاني من اول وجديد. الاولى يعني بعد 7 ايام، بعد 7 ايام بإذن الله تعالى، والتاني بعد 9 ايام، ممكن 7 ساعات او 7 ايام هكذا، لان قدامك 7 خطوات و9 خطوات. لديكم يعني هنا اموال قادمة وتعويضات، لديك في رفعها لمكانة عالية، المكانة دي عالية يعني في عملك ورجوع الثقة بنفسك في ترقية او عمل انت مقدمه على وظيفة او في زيادة ربح من العمل، في حاجة دي تخص العمل ديالة. يعني أراكم هنا، بس انتوا هنا يعني غير مهتمين، مهتمينش بصحتكم الفترة دي،
يعني الفترة دي ما يهتمينش بصحتكم، حاول تستهم بصحتك هكذا. عندك هنا برضو انت تسامح ناس، تسامح الناس دي، الناس دي مع انها ظلمتك بس حقك هيكون ردع لك، فانت يعني راك انها تسامحهم لانك خلاص يعني ما بقتش يعني محتاجهم ولا بقتش شيء، لانك يعني مشيت في طريقك وما بقتش تبص لوراك، خلاص تركتهم. عندك هنا برضو يعني هناك يعني بعض الاشخاص بتحقد عليك، بتحقد عليك وتتمنى ليكم الضرر والاذى، تتمنى ليكم الضرر والاذى. الناس دي ارجوكم يعني لا تثقوا ولا تخلوا دائرة معرفتكم تتسع، كما كنا بلاش كل اللي في قلبك يكون على لسانك. هناك من يضحك في وجهك، يضحك في وجهك ولكن هو يتمنى ليك الخراب، يتمنى ليك الحزن، يتمنى ياخذ النعمة اللي معاك، يتمنى ياخذ كل حاجة منك، هو اللي يكون احسن منك. وراك برضو ماشي في طريق، انت الطريق او انت الطريق دي صحيح، الطريق دي ماشي فيه، طب ماشي في طريق صحيح. ربنا هيسخر لك ناس هتسبب لك الفرحة ليك، وهتعرف يعني وهتعرف ان طريقك صحيح، وكمان هتتعرف على اشخاص جديدة هتخليك في ارتياح معنوي ونفسي جديد. عندك هنا اللهم صل على سيدنا محمد، في اختلافات ما بينكم، في اختلافات ما بينكم وبين الحبيب، او اختلافات ما بينكم وبين حد عزيز على قلبك او صديق، حاول يعني تحلوها الاختلافات دي، حاول تحلوها. عندكم هنا رجوع من شخص، رجوع شخص دي نادم على فراق، ندمان بعد فترة طويلة من الانقطاع، وحابب يعني أراه يبدأ معكم علاقة جديدة، أو حابب يبدأ معكم قصة جديدة أو حياة جديدة. هذا القراءة أحبابي في الله عامة، خذ اللي طابق عليك واللي طابق، اللي مش طابق عليك سيبه للآخرين، بس فضلا وليس امرا ادعموا الفيديو باللايك احبابي في الله. بسم الله الكش. عندك هنا اكتشاف يعني اسرار وفتح كلام قديم، ويعني ورا ظهور هنا تظهر قدامك حقائق هي في مصلحتك انت على فكره، يعني هي في مصلحتك، وهذه الامور الفتره دي هتحصل، هتظهر قدامك، هتكتشف اسرار والكلام هيتفتح قدامك، والكلام دي كان قديم يعني وهيتفتح الايام دي. في عندك هنا فترة انتقالية، يعني فترة انتقالية بتمر به تخص حياتك يعني، ومحتاجك يعني ومحتاج منك الهدوء وعدم التعامل الكثير مع الناس، يعني الهدوء وحكم عقلك وهكذا وتعامل بهدوء وصح. في عندك استمرار هنا في تساقط، او عندك استمرار في تساقط الشعر ووجع اسفل الظهر وتعب وخنقة وضيق وصداع. وعندكم يا برضو أحلام بالحيوانات أو أحلام بالثعابين أو أفاعي. عندك في المنام برضو أنت شفت اللي سحرك، أو شفتي اللي سحرك، شفتي اللي أذاكي، رأيتيه في المنام. منكم برضو من رأى اللي سحره أو أذاه أو اللي بيسجيه السحر، في سحر عندك، سحر، السحر ده هو اللي يعمل هكذا. بس هتنتصر، عندك انتصار على الظالم، هتنتصر عليه، ربنا هيبليه باللي يخليه ينساك. عندك رجوع حق ليك. في منكم برضه هنا انفصال من علاقة مؤذية، علاقة مؤذية هتنفصل منها وربنا هيعوضك خير، صدقني هتلاقي الخير دي دايلك، دايلك الخير، دايلك بإذن الله تعالى. عندك هنا برضو بدأت يعني تتعامل بهدوء مع مشكلة، المشكلة دي عائلية، وتردع عن تفكيرك الزائد وتركها لله، هتنحل، هتنحل، هتنحل بإذن الله تعالى. عندك هنا المشكلة دي يعني ما بين الأهل أو ما بين القرائب، يعني هتنحل الأمور دي، هتنحل بإذن الله تعالى. بس حكم يعني عقلك، قلني أنت عارف إيه مشكلتك، يعني انت عارف ايه مشكلتك، انت يعني محتاج حد يراه برضو، يعني حد يحس بيك قبل ما يعني يحبك، وبرضو يعني كسرة قلبك دي يعني راه عندك، برضو انت محتاج حد يهتم بيك او بأدق تفاصيلك ويرعاك، يعني انك يعني شخصية بتتأثر بسرعة، او ممكن يعني كلمة تخليك في سبع سبع،
وكلمة تخليك في سبع أرض. محتاج شخص يعني يتعامل معاك بصدق، شخص يعرف نقطة ضعفك ويقويك مش يستغلك، يعني محتاج حد يكمل معاك مش يعني يد عليك، يرعى معك كلامك، يكون معك ويدي معك، يحل معك العصبية والضيقة، ويفهم ايه خايف من ايه، او وجعك ايه، او حزنك ايه. شخص يحترمك ويصونك في غيابك او هكذا، او في حضورك، يعني محتاج حد يفهمك، يفهم ضحكتك، يفهم كل حاجة عندك. يعني راك برضو انت مش محتاج الكلام يعني، بس محتاج حد يكون معك كويس. عندك يعني بشرة، برضو عندك بشرة وقضاء حادث وخبر حلو. الخبر انت مستنيه، انت منتظره، الخبر يكون نجاح او وظيفة او بشرة بإذن الله تعالى قادمة قدامك. خلاص يعني عندك هتزداد حالة التفاؤل بطريقة ملحوظة، يعني هتحصد الثمار عمل السابق، هتحصد الثمار، هتحصد كله بإذن الله تعالى، وهتفرح وتكتب بداية جديدة فيها الفرحة، فيها السعادة، تفتح قدامك الأبواب في انفراجات رائعة، وعندك تغيرات كثيرة في حياتك. يعني عندك طريق سفر، طريق سفر غير متوقع وقادم ليك، عندك طريق سفر غير متوقع يعني وقادم ليك بإذن الله تعالى. استعد للفرحة والمفاجآت، راح يطرق بابكم الحظ. يعني في أرض عندكم، في أرض بيتكم فيها الفرحة، في عندكم يعني خطوبة أو بشرى فرحة بمولود أو زواج أو ارتباط ليك أو ليك أو لابنك أو لأختك، في ارتباط وفرحة في أرض بيتكم. عندك قلق واضح في ملامحك ووشك، بس يعني أنا سايبك هنا يعني بكثرة التغيرات اللي حصلت حواليك أو المشاكل أو الكلام اللي سمعته، اترك الأمور وبلاش التفكير الكثير، بلاش التفكير الكثير وسيب الناس في حال. عندك هنا بتتفاجأ بريسك دايلك، يعني مشروع دخلت فيه أو في رزق دايلك غير متوقع ومال. يعني عندك مشروع أنت داخل فيه أو مقدم على وظيفة أو مقدم على مال، لأن في مال دايلك. عندك هنا مقابلة أو لقاء أو مكالمة هاتفية مع الحبيب، يعني أرى في توضيح ما بينكم، أمور عتاب ما بينكم، في أمور عتاب أو توضيح كلام أو تفسير كلام، يعني ما بينكم عتاب أو توضيح أمور وصلح، في صلح ما بينكم. في فعل خير أنت عملته، يعني عملته رد فعل الخير دي كبير ليك أنت، ما كنتش متوقعه خلال يعني أيام، خلال أيام. الغيرة والحسد يعني دولة، يعني الغيرة والحسد من حد قريب، الغيرة والحسد والساحر ده اللي سحركم من حد قريب منكم. يعني تجنب يعني الحديث أو المكالمات مع الناس دي، في حاجة مفقودة منكم، رايحة منكم، لأن أراك يعني هتحصر عليها. الحاجة دي مهمة، كنت فقدتها من فترة، كنت فقدتها الحاجة دي، راح تحصر عليها وراح تلاقيها. عندك حد برضه هنا المسدون ده او المريض، عليه المريض يعني قريب ليك او مسدون، راح يشفى باذن الله تعالى. عندك يعني او ان كان مسدون راح يخرج من السجن اللي هو فيه، لان اراك يعني بتدعي له، زعلان عليه، عايز تساعده باي طريق، عايز تطلعه من المحنه اللي هو فيه. ان شاء الله راح يشفى وراح يخرج من ان كان مسدون او هكذا باذن الله تعالى. اكمل في طريقك زي ما انت، ديالك الفرحه، ديالك الوظيفه، او ديالك الربح، او ديالك السعاده. انت ماشي في الطريق، الوظيفه دي او المشروع اللي انت داخل فيه راح يندح باذن الله تعالى. عندك هنا برضه انت انتقال لارض، ممكن نقول انتقال لشراء البيت الجديد، او انتقال لزوجك، او انتقال لبيت زوجك، او انتقال لبيت جديد، لان ارى في طاقه انتقاليه، شراء مسكن او شراء منزل او شراء محل. ان شاء الله فيه الشراء، طاقة الشراء قريبة بإذن الله تعالى. وصلي على الحبيب المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام. اللهم بشرني بما أنتظر منك، وأنت خير المبشرين كله. أتمنى من أحبابي في الله يدعموا الفيديو باللايك، وإن كنت لم تشتركوا في القناة فليشرفني اشتراككم في القناة، وتنزلوا في التعليقات. صلوا على الحبيب المصطفى بنية الفرج. وإن كنت بتعاني من السحر أو من مس أو من تعطيل أو من تابع، الرقم أمامكم اللي حابب يشرفنا في التواصل يتواصل معنا، وكل العلادات داخل القناة منزلها من قبل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.